في 12 من ربيع الأول ولد خير الناس خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ليحمل معه رسالة الخير وكلمة الحق مبشرا فيها، ويكون خاتم الأنبياء وأيضا حامل رسالة الحق والسلام لكل الأمة العربية. أكيد طبعا اليوم ذكرى مولد النبوي الشريف. أكيد سلمى، مثل ما قلتي لهالذكرى وقع خاص عند الأمة الإسلامية وفي قلوبنا جميعا. لنحكي عن أهمية هيدا اليوم، أهمية ما يحمله من قيم أخلاقية وروحية، معنا الأستاذ محمد يسار خورشيد مدير مركز إرشاد في وزارة الأوقاف. في سعد صباحك وكل عام وانت بخير. صباحكم أهلا وسهلا، كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. وانت بألف خير، يسعد صباحك. يعني دائما هذا الشهر مع بدايته بتبدا الاحتفالات، وخصوصا بالمنازل والبيوت، وخصوصا بدمشق، يعني بتتزين اسواق دمشق القديمه بذكرى المولد النبوي الشريف. هي الذكرى لها وقع خاص بنفوس المسلمين بالامه العربيه اجمع. قد ايه يمكن لهي الذكرى قيم عم تتجدد فينا كل سنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جدد الترحيب فيكم، شكرا كثير على حسن الاستقبال، إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وجميع المشاهدين إن شاء الله. في الحقيقة ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لها وقع كبير في قلوب الناس لما تحمله من معاني المحبة، معاني الإنسانية، معاني الأخلاق. نحن اليوم نحتفل بذكرى ولادة رجل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم. عندما بعث، أو خلينا نقول عن الحالة الزمنية اللي كان موجود فيها النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نقول كان يصوت قانون الغاب في ذلك العصر، الضعيف مهضوم الحقوق، أو خلينا نقول متجرد من الحقوق المدنية، القوي يأكل الضعيف وما إلى ذلك. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرسخ مبادئ الإنسانية في قلوب الناس. شوفي سبحان الله، اليوم العالم أجمع يعتبر قانون حقوق الإنسان الذي صدر بألف 1948 هو أكبر معلم حضاري ويدل على تطور الأمم في الوقت الحالي. إذا رجعنا قبل هذا التاريخ ب 578 عام، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رسخ معاني الإنسانية في قلوب الناس، يعني في خلينا نقول حق المساواة، أو حق المساواة بين البشر. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا الحق فقال: لا فرق بين عربي ولا أعجمي، ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى. فوضح وأزال الفروق بين الناس. وضع عنا خلينا نقول حق المرأة، ورفع من مكانة المرأة. وللأسف اليوم كثير من الناس يعني تهاجم الإسلام وتهاجم المسلمين بهذا الموضوع، مع أنهم بالحقيقة يعني ما قرأوا فيه أو ما تبحروا في هذا الموضوع. المرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر يعني كانت مسلوبة من جميع حقوق المدنية، حتى كانت تورث، مو ترث، تورث، فيعتبروها مثل سلعة، مثل متاع، مثل أي شيء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع من مكانتها فقال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، استوصوا بالنساء خيرا. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى اليوم في القضية الشائكة، خلينا نقول نتكلم ولو هيك فصلنا فيها شوي في موضوع المرأة، عمل المرأة، يظن الجميع أن المرأة حجر المرأة، أن الإسلام حجر المرأة من العمل. في الحقيقة هذا مخالف للواقع، بالعكس، أعطى الإسلام أعطى المرأة حرية تفوق حرية الرجل في العمل. اليوم الرجل مجبر على العمل لأنه لديه التزامات، عنده بيت، عنده أولاد، عنده، فهو مجبر على العمل لأنه عنده التزامات. أما المرأة فأعطاها الإسلام الحرية في موضوع العمل وأباح لها العمل. يعني المرأة إذا بدها تشتغل هذا حق من حقوقها، طبعا مع وجود ضوابط كالضوابط للرجل، يعني حتى الرجل عمل الرجل يحتاج إلى ضوابط، والمرأة عملها يحتاج ضوابط. فإذا أرادت أن تعمل فلها ذلك، وإذا أرادت غير ذلك ما بدها تشتغل. كمان أعطاها هذه الحرية وأجبر الرجل على أن يقوم على خدمتها، أجبر الرجل على أن يقوم بأمور بيتها، بشؤونها. إذا أردنا أن نتكلم عن السلم الأهلي، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من رسخ في قلوبنا موضوع السلم الأهلي. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام: من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. بيت الله هو الكعبة، وهو أكثر شيء مقدس عند المسلم. طب هذا الشيء حكر على المسلمين؟ لا، هذا الكلام مو حكر على المسلمين. ما دليل ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من آذى ذميا، الذمي هو اللي يكون من غير ديانة المسلم، من آذى ذميا فقد آذاني، فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آذاني فقد آذى الله. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا معنى التكافل الاجتماعي.
قال عليه الصلاة والسلام: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. فقالت السيدة عائشة: من هو الجار؟ لما سئلت السيدة عائشة من هو الجار، قال: الجار من إذا خرجت من باب بيتك وصرخت بأعلى صوتك فكل من يسمعك فهو جارك. ليس فقط حكر على نوع معين، على دين معين، على عرق معين، بالعكس هذا يشمل جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. النبي صلى الله عليه وسلم وضع وعلمنا أن حق التعليم، اليوم نحن كلنا من نادي بالتعليم، حق التعلم والتعليم هو حق أساسي للطفل وحق أساسي للفرد، فقال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإذا تكلمنا عن جميع الحقوق الإنسانية نرى أن الإسلام تحدث عنها وحث عليها وأخبرنا بها. يعني اليوم نحن خلينا نقول القانون حقوق الإنسان تكلم بشيء مختصر عن موضوع حقوق الشيوخ أي الكبار بالسن، أما عندنا في الإسلام فتوسع في ذلك الحق. فإذا بدأ بالوالدين قال الله، قال عليه الصلاة والسلام: سخط الوالدين بسخط الله ورضا الوالدين برضا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. الرحم يعني الأقارب. حتى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أن والدي توفوا، فقال: هل بقي علي من البر أبرهما بهما بعد موتهما؟ يعني مو بس نحن أمرنا بالإحسان إليهم وبطاعتهم في حياتهم، لا، بعد الموت. فقال: نعم، خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإمضاء عهدهما أو إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. أمرنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بإكرام صديق والدي، بإكرام صديق والدتي، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فهذا نبي الإنسانية، علمنا الإنسانية، غرس في قلوبنا معنى الإنسانية، معنى المحبة لكل الناس، حتى يكون المجتمع مجتمع متماسك. وهذا جاء لأن الدين هو دين من عند الله سبحانه وتعالى، والشرع من عند الله سبحانه وتعالى، فيكون منزه عن الخطأ، منزه عن الغلط. وهذا ما جاء به جميع أنبياء الله سبحانه وتعالى: سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى جميع أنبياء الله أفضل الصلاة والتسليم. فمن هذه المكان اليوم الإنسان إذا قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف على تفاصيل الدين سوف يرسخ في قلوبه أو في قلبه معنى المحبة، معنى القيم في 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 حياته، في أخلاقه، كيف لا. وهذا اليوم بالذات كان سببا لولادة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا اليوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا اليوم سببا لإخراجنا من المعصية، من الجهل، من القبلية، من العصبية، إلى التطور، إلى الرقي، إلى التقدم، إلى الفهم. فيعني هذا معنى المبادئ والقيم التي رسخها مولد النبي أو ذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. أكيد أستاذ محمد، يعني ذكرت تفاصيل جدا جميلة وأهمية يمكن هي القيم بالدين الإسلامي، الدين تسامح، دين محبة. اليوم عم نشوف يمكن محاولة لتشويه هيدا الدين، عم نحكي نحن تفاصيل كتير مهمة يمكن في كتير من الناس ما بتعرفها. خلينا نحكي أكثر عن هي القيم والمكارم الأخلاقية اليوم، حتى الناس بين بعضها قديش فعلا بسبب التطور التكنولوجي، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية عم تبعد، مع أنه الدين هو قال صلة الرحم، لازم أنت تشعر بجارك، تشعر برفيقك، التكافل الاجتماعي موجود من أساس هيدا الدين. أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. اليوم المشكلة الهجمة الذي يتعرض لها الدين، إذا نظرنا بعين الحقيقة أو إذا نظرنا بعين التوسع وجدنا الأشخاص الذين يهاجمون الدين قسمين: قسم يتمثل باسم الدين والدين منهم بريء كالوهابية والإخوان وما إلى ذلك، وقسم آخر يعادي جميع الأديان، يعني هو مو مشكلته بدين معين، مشكلته بجميع الأديان. لأنه سبحان الله كثير من الأحيان نرى أن الحق يحارب لأهواء شخصية، لأهداف سياسية، هن يحاربوا هذا للوصول إلى مكاسبهم. يعني اليوم نحن للأسف نرى ما يصرح في ماكرون مثلا أو ما يصرح في ترامب. نحن اليوم
ويتكلم أن الدين في أزمة، هو في الحقيقة فهمه اللي في أزمة، يعني الأزمة الحقيقية في فهمه وليس في الدين. لأن كما تكلمت أنا، مبادئ الإنسانية اللي زرعها فينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل حقوق الإنسان، قبل قانون حقوق الإنسان ب 578 سنة. فنحن تعلمنا الإنسانية قبل أن يولد، وقبل أن يولد أبوه، وقبل ما يولد أجداده حتى. فالمشكلة اليوم هذه الدول التي تحارب اليوم، في تحاربنا وتحارب الإسلام، زرعت وجوها وزرعت أشخاصا لتمثيل الدين للإساءة للدين. يعني أنا اليوم لما نرى هذول الأشخاص الذين اتخذوا من الكره، من الحقد، من البغض، من القتل، من الإرهاب، من القتل، من الإرهاب، عنوانا لدينهم، هذا الدين منهم بريء، لأنه هو ما تمثل بمعالم الإسلام. قلت لي قال عليه الصلاة والسلام: من آذى مسلما أو من قتل مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. وقال: من آذى زميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فهنن على أي دين حقيقة لا نعلم، يسيرون على دين رؤسائهم ويسيرون على دين من يدفع لهم أكثر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا منهم، وإن شاء الله بفضل من الله انتصرت سوريا الحمد لله وانتهينا منهم، وإن شاء الله يعني ننتهي منهم في العالم أجمع إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير لك على كل طبعا هاي العبارات، ودائما نحن بنحاول نستذكر بمثل هذا اليوم قيم الأصيلة لطبعا ديننا، وبدنا نشكر وجودك معنا كلك. تشرفنا فيكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. ينعاد عليك بالخير والصحة مرة تانية. نتشكرك الأستاذ محمد يسار خورشيد، مدير مركز إرشاد في وزارة الأوقاف، على وجودك معنا. شكرا كثير لك. أهلا بكم. شكرا.